2013 كنت عايزه اعمل محل اقمشه، انا بحب الاقمشه اصلا. وبعدين جيت رحت كذا بنك عشان اعمل قرض، فكل البنوك بصراحه يعني مش اعضلتني، لا دي موتت كل حاجه، كل امل موتته. فجي كان في واحد كده محاسب في بنك، يعني حد قريبي، قال لي الصندوق الاجتماعي هيسهل لك كل حاجه، وهيعمل لك الرخصه، وهيعمل لك القرض، وبضمان شخصي، وناس بتساعد المشروعات الصغيره قوي، وناس بجد هتقف جنبك للاخر. انا ما صدقتش. انا رحت وقعدت هناك، كلمت مع ناس قالوا لي كل ده عندنا. انا كانت مشكلتي في الضامن، كانت مشكلتي ان انا الاقي ضامن حكومه. انا كل جيلي ما حدش فيهم بيشتغل في حكومه خالص، فكان كانت مشكلتي ان انا عايزه حد يضمني ببطاقه زي ما بيقولوا ضمان شخصي. هو ده بقى كان عندي الصندوق، دي كانت احلى حاجه فيهم بصراحه، والرخص وكل حاجه، عملوا لي كل حاجه، بطاقه ضريبيه ورخصه وسجل تجاري، ساعدوني في كل حاجه. وخدت عندهم مره واثنين وثلاثه، ومش هقطع ان شاء الله. المحل ده اول ما فتحته لا، ما انا عايزه اقول لك بقى، يعني انا كنت عامله بنرات كده جلد عليها صوره، كنت لابسه فيها يعني زي موديل شويه، كنت لابسه لبسه مصوره بيه، وكنت مغطيه بيها نص المحل من هنا ومن هنا، وما كانش فيه اي حاجه في المحل غير الشويه دول، وكانت حاجات كده تتعد، يعني ما كانتش كده للاخر. كان توبين 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 توبين، كنت بادئه بدايه صغيره جدا بس كانت حلوه. انا كان انا يعني انا بحب القماش، فحاسه ان انا ذوقي فيه حلو، فكنت مغطياها كل ده. جيت بعد شويه المحل بيكبر، اشيل بانر، البانر كان كبير قوي، كان كان بطول، يعني كبير بطول تقريبا مترين، بطول كل ده، مغطي كل ده لحد الارض. اشيل واحد وشهر واتنين، واشيل التاني وشهر واتنين، واشيل التالت، لحد ما شلتهم كلهم. وجيت دلوقتي عملت جوه كمان رفوف، ومش مكفياني يعني الحمد لله، عندي حاجات لسه ما اتعرضتش، عندي مخزن.